من يومين بدأ رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي زيارة رسمية هي الأولى لي لدولة قطر الشقيقة في تدشين لمرحلة جديدة من العلاقات بين القاهرة والدوحة، عنوانها طي خلافات الماضي والبحث عن المصالح المشتركة في عالم لا بقاء فيه إلا للأقوى. نتائج الزيارة المعلنة بتقول إننا قدام تعاون هيكون على أعلى مستوى وتحديدا في المجال الاقتصادي، وقطر عندها نية إنها تزود استثماراتها في مصر وتدخل في شراكات ضخمة مع الحكومة المصرية، وده المعلن لحد دلوقتي. لكن يا ترى إيه اللي حصل في الكواليس وإيه الصفقات اللي تم الاتفاق عليها في الغرف المغلقة؟ وهل طلبت قطر الاستثمار في مجالات بعينها؟ وموقف الأمير تميم من زيادة الاستثمارات القطرية في مصر؟ بانكير نبض البنوك. الزيارة اللي بيقوم بيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقطر واحدة من أهم الزيارات اللي بتعول عليها الحكومة المصرية لجذب مستثمرين عرب لمصر في ظل أزمة نقص العملة اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت. وعلشان كده الوفد المشارك في الزيارة واللي بيضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال المباحثات فيه مفتوحة، ومصر أعلنت فيها عن حجم كبير جدا من الفرص الاستثمارية المتاحة في كتير من القطاعات. الجانب القطري كمان مهتم بالزيارة دي جدا، وده بيفسر سبب استقبال الأمير تميم بن حمد حاكم قطر بنفسه للدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة، وتأكيده على حرص قطر على تعزيز العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر واعتزازه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي. الأمير تميم أكد أن الاقتصاد المصري كان ماشي كويس جدا خلال السنين اللي فاتت، وقال أن مصر كانت بتحقق تقدم سريع في قطاعات متعددة، لكن جت جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية وألقت بظلال على مصر زي ما أثرت على باقي دول العالم. أمير قطر قال كمان إن الدولة المصرية لسه عندها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، وأكد إن الفترة اللي جاية هتشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة. وخلونا نقول لحضراتكم شوية حاجات من كواليس زيارة رئيس الحكومة لدولة قطر الشقيقة، وأهمها إن الجهود المصرية لجذب الاستثمارات نالت إعجاب رجال الأعمال القطريين اللي أعربوا عن سعادتهم بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة اللي جاية. ورئيس الوزراء اتكلم عن بعض الجهود المشجعة للاستثمار زي الرخصة الذهبية، واللي بتعمل على إنجاز الأعمال من خلال إجراءات بسيطة بعيدة عن التعقيد يمكن إنجازها خلال أيام بسيطة، بالإضافة كمان لتخارج الدولة من بعض القطاعات علشان تتيح فرص استثمارية للقطاع الخاص. وتطرقت المباحثات المصرية القطرية لمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكمان إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة. وتم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.